بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على اليو والار فاليو. دلوقتي لو انا عندي مثلا مشروع وفي شويه حوائط مرسومه، وليكن مثلا هقول له وول وابدا ارسم مجموعه حوائط بالشكل دوت، عايز ابدا اشوف الار فاليو واليو فاليو، هقول له اعمل لي سكادول. السكادول ده عن الحوائط، نقول له اوكي. فبيقول لي ايه الحاجات اللي انت عايزها تدخل معاك. اقول له مثلا هات لي اليو وهات لي السيرمال الار وهات لي التايب، تمام. وممكن اقول له مثلا هات لي الكوانتيتي اللي هي الكاونت. تبدا تشوف ايه العناصر اللي انت هتستخدمها معاك في الاسكادول. طيب زي ما انت شايف الجداول لسه فاضيه، فهبدا اعلم على حائط من الحوائط عشان اعرف سبب المشكله دي ايه. هقول له اديت تايب، وهاجي هنا في الاستراكشر اديت، ده العناصر المكون منه الحائط. ممكن اخلي فيه كذا عنصر، يعني ممكن الحائط ده اكيد فيه كذا عنصر وفي مثلا فينش، تمام. هخلي ده مثلا فينش على سبيل المثال، تمام. طيب اجي هنا مثلا هقول له طبعا الحاجات دي لازم يبقى لها سيكنس. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا العنصر دوت، هاجي هنا في الاستراكشر هقول له خليه الماتريال، والاول كان الديفولت هقول له مثلا خليها الومنيوم. طيب لما هيكون الومنيوم انا مش مهم بالنسبه لي موضوع الشكل والشيدنج والحاجات ديت، انا بالنسبه لي عايز اغير في العنصر ديت اللي هي السيرمال مثلا، تمام. هي دي المكتبه افتراضيه، فهو عارف ان الالومنيوم بكذا، الالومنيوم مثلا السيرمال بتاعه ب 230. طيب هقول له اوكي. اوكي كده انا عملت حوائط اللي هو جينيريك 200، هقول له دوبليكيت واقول له اوكي. خلي ده مثلا ماتيريال تانية غير الالومنيوم، تمام. خلينا نختار مثلا البريك، هقول له سيرمال، هبدا اشوف الخصائص موجوده. في بعض العناصر الماتيريال ممكن ما تلاقيش ليها معلومات كافية او مش موجودة، فانا دلوقتي هختار المواد اللي هي انا محتاجها، تمام. بعض الحوائط نخليها اغير الماتيريال بتاعها للجينيريك 202، تمام. وارجع بقى للسكادول الاقي العناصر بقت موجوده اهيت زي ما انت شايف. عندي اليو فاليو والار فاليو والتايب الكاونت